بدنا نعرف نحن ما هي الخطوات وماذا نحتاج كي يتم تعبئة هذا اللي ما يطلق على الهيجسي حتى ما نتعرض لمخالفة. لنسمع لهذا التقرير الذي أعده زميلنا مالك. تعتبر مدينة إسطنبول من أكبر المدن التركية وأكثرها ازدحاماً، ويستخدم العديد من سكانها الجسور والطرق السريعة للتنقل بواسطة السيارة ولدفع أجرة عبور الطرق المأجورة. وحالات المؤسسات التركية خدماتها في لصاقة تعبأ برصيد مسبق الدفع توضع في مقدمة السيارة تسمى الهيجسي، أي نظام العبور السريع. يتم منح هذه اللصاقة من قبل مؤسسة البريد التركية البتاتي، ويمكن الحصول عليها وتعبئتها عن طريق أقرب فرع لها. السلطات التركية تفرض غرامات كبيرة على السيارات التي تعبر الطرق المأجورة دون وجود اشتراك في خدمة الهيجسي أو الذين لا يدفعون المستحقات عليهم خلال 15 يوما من تاريخ العبور، وتبلغ هذه الغرامات 5 أضعاف التعرفة الرئيسية. يمكن التحقق من غرامات عبور الجسور ودفعها، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة النقل والبنية التحتية التركية. كما يمكن التحقق من معلومات لصاقة الهيجسي الخاصة بالمستخدم من حساب في تطبيق حكومة تركيا الرقمية. إضافة إلى ذلك، بالإمكان أن الواحد يشيك على يعني يتأكد عفوا على الهيجسي وكم باقي له رصيد، وهذا من خلال دولة مباشرة ممكن يكتب هيجسي بيقوم بيطلع له وشو الوضع الحالي، قديش باقي له برصيد متبقي. ففعلا وإضافة لهذا التطبيق اللي ذكره زميلنا مالك، كتير رائع، كتير جميل، كتير خلاب، بيدفع أيضا في المخالفات وبيدفع في الضرائب. لعلنا نتحدث عنه غدا بإذن الله سبحانه وتعالى ونشوف آلية استخدامه.